السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز ابرونتيساج المستوى السادس صفحة 143، دونك تتمة ديال لا ليكتور. دونك الفيديو اللي كان سبق شفناه صفحة 142، دابا نشوفوا التتمة 143. تري بيان، دونك بوندون لا ليكتور، دونك ملي قرينا لو تيكست وفهمنا كيهضر على الريشوفمون كليماتيك، يعني الانحباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة بسبب الانبعاثات الغازية. جولي جو كومبرون، دونك نحاول نجاوب على هذه الأسئلة من لو تيكست. دونك كيس كي اي دوفوني ان بروبليم بلانيتير، دونك شنو هو اللي ولا مشكل عالمي بلانيتير يعني ديال الكوكب كامل؟ من طبيعة الحال هو لو ريشوفمون كليماتيك، يعني الانحباس الحراري من خلال العنوان. دونك سي لو ريشوفمون كليماتيك. دونك هنا ارتفاع درجات الحراره ديال المناخ. تري بيان، بوركوا لا كوب 22 بورت سو نو؟ دونك علاش سمينا كوب 22؟ لحقاش الرقم ديال هذاك المؤتمر كان هو 22، داكشي علاش سمينا كوب 22. تري بيان، دونك هنايا ال لحقاش لا كوب مؤنث فيمينا ال بورت ce nom parce que c'est la 22e conférence des صافي بارك واحد هنا باش ما يجيناش حتى الجواب ما يجيناش طويل، لحقاش هو رقم 22. تري بيان، ثلاثة او او ليو لا كوب 22، دونك هنا او فين كان المكان ديالو؟ بطبيعة الحال في مراكش في المغرب. اكيل دات، دونك لا رجعنا لو تيكست غنلقاو في من 7 حتى 18. تري بيان، دونك هنايا ثلاثة، دونك هنا نقولو لا كوب 22 a eu lieu à Marrakech، والتاريخ من طبيعة الحال من دو 7 و 18 novembre 2016. Donc d'abord la date fin can. Très bien, je vous d'abord la quatrième question. Combien de pays ont participé à cette conférence? Donc je vais vous donner 197 pays qui ont participé à cette conférence. Donc là, on va dire par exemple نعاودوا الجملة 187 pays qui ont participé à cette conférence. Très bien, la cinquième question, qui a organisé cette conférence? Donc je connais هنايا اللي نظم هاد الكونفرنس هذا من طبيعة الحال هو المغرب في مراكش بالضبط. دونك هنايا نقولوا لما نعاودوا هنا نقولوا مثلا سي لو ماروك سي لو ماروك يعني المغرب كيا نعود لا فراز كيا اورغانيزي سيت
conférence. هو اللي نظم هاد المؤتمر هذا. تري بيان ستا دو كوا بارل تون دون لا لو تخوازيام باراغراف. دونك في الباراغراف الثالثة علاش هضرنا؟ دونك هضرنا على المغرب الى عقلتو، هضرنا على المغرب و يعني القيمة اللي ضافها لهاد الكونفيرونس هنايا، وفي المستوى اللي وصل فيه في انتاج الطاقة المتجددة الى غير ذلك. دونك نقولوا لو تخوازيام باراغراف parle du Maroc. كتهضر على المغرب كي فا. دونك هادي خدينا كلشي من التكست. mettre en valeur ses engagements pour le climat. Très bien, Julie, j'écris donc la première question. Donc, quelle mesure la COP 22 a été profitable pour le Maroc? Donc, naya tandim dial had el mou'tamar n taraf el Maghrib, شنو تستافد منه مثلا الماروك؟ يعني اش تستافد منه؟ طبيعة الحال تبادل الخبرة والتجربة مع بلدان أخرى. دونك نقولوا مثلا إلا يعني على المغرب إيشانجي ses expériences يعني التجارب ديالو مثلا avec d'autres pays. دونك تبادل التجارب ديالو مع بلدان اخرى مثلا. Très bien, quelle est la deuxième question? La deuxième question, que veut dire zéro net émission? Donc, je crois que passe de zéro net émission. Il y a une page qui est en train de se dire que nous avons fait le Mexique, l'Amérique ou le Canada ou l'Allemagne. Je suis en train de le gaz et fait de serre. Donc, je suis en train de يعني هادو خلال 2050 قالوا بان هاد المكسيك والمانيا والولايات المتحده قالوا في 2050 ما يبقاش عندهم كاع انبعاثات الغازات، غير تخلصوا منها، ما يبقاش عندهم تلوث نهائيا والانحباس الحراري. تري بيان، دونك هنايا شنو غنقولوا؟ زونيت ايميسيون ايل فو دير با دو ريشوفمون، ما يبقاش الانحباس الحراري ريشوفمون كليماتيك بطبيعة الحال. دونك كلشي هادشي كاين في لو تيكست، كاين في النص كليماتيك اي با دو غاز اي في de serre. Mais prochaine biathèse, elle résiste. Très bien, la troisième question. Donc, quel serment les pays participants ont-ils fait? Donc, il y a les participants, les moucharikas. Donc, il y a akdo, il y a achno. Bachi diro, la taqa al-moutajadida. Yani, kulhom yatiendo la taqa al-moutajadida. Donc, là. Donc, elles ont fait de produire pro intège, de produire un intège
اوسي فيت يعني بأسرع وقت. كو بوسيبل أسرع وقت ممكن، يعني ينتجوا في أسرع وقت ممكن وليعتمدوا في أسرع وقت ممكن على كو بوسيبل دي زينيرجي رونوفلابل متجددة. Très bien, la quatrième question, à quoi les pays signataires se sont-ils engagés? Donc, le مشارك والمساهمة اللي ثاني على المؤتمر هذا، مشاركة يعني في هذا المؤتمر هذا. دونك هنا كان الإقرار على محاربة الانحباس الحراري، يعني خصهم يحاربوا بأي وجه هذه الظاهرة هذه. دونك نقولوا ils sont engagés. Ils sont engagés à lutter, yani muharabat, contre le réchauffement climatique. Très bien, monsieur Dabal Julie, à haute voix. Donc, choisis un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades, justifie ton choix. Tu as un passage du texte, tu as un texte, tu as un texte, tu as un texte, tu as. Très bien, après la lecture, je participe au débat. Donc ce texte parle des réchauffements climatiques. Penses-tu qu'il est possible de se débarrasser de ce problème planétaire? Donc il y a ce texte qui est sur l'inhibas al-harari. Penses-tu que c'est possible de mettre le cadre sur cette dahira al-khatir ou cette problème al-khatir l'alami, le planétaire? Qu'est-ce que c'est de faire pour nous aider à cette problème? Très bien, donc هنايا بالفعل كاين شنو خاصو يدير باش نتجنبوا يعني هاد الانحباس الحراري ولا ارتفاع درجه الحراره في كوكب الارض. دونك كاين مثلا بريفيليجي لي ترونسبور موان بوليون، نستعملوا وسائل النقل اقل تلوثا بحال الدراجه في قضاء الاغراض اليوميه عوض السياره الى اخره. ريدوير سي ديشي يعني نقصوا من الازبال ديالنا ومن الديشي خاصه المصانع من دوك الديشي ديالهم وداك الشيء. ريدوير سا كونسوماسيون دو ليكتريسيتي خاصنا نقصوا من استهلاك الطاقه الكهربائيه. نو بولي با لي زوسيون ما نحاولوا ما نلوثوش المحيطات خاصه المصانع اللي كيرميو فيهم الديشي ديالهم. كونسومون دو لينيرجي بروبر نستهلكوا طاقه نظيفه بحال الطاقه الشمسيه قد الرياح الهيدروليكية ديال الماء الى اخره. دونك هادو امثله فقط. Très bien, maintenant je m'évalue. Donc entoure dans le texte les éléments qui expliquent la phrase suivante. Cette conférence est celle de l'innovation. Donc هذا المؤتمر هذا هو يعني عنده علاقه ولا خاص بالابتكار، عنده علاقه بالابتكارات. الانوفاسيون هي الابتكار، كتبتكر شي حاجه تصنع تخترعها. هنا غنقلبوا في لو تيكست ندوروا على الجمل اللي عندهم اللي كيشرحوا هذا ديال الابتكار. دونك الا رجعنا لو تيكست دونك غنلقاو دونك كاين مثلا سو غون ديفي يعني التحدي. كاين هذه الجمله حتى هي كتشرحها مثلا دي سومي مونديو. كاين مثلا هنايا على سويت دو لادوبسيون دو بروتوكول مثلا. قاعد الجمل هادو كيشرحوا هاد
الجملة هذه. Très bien, maintenant la deuxième question. Donc, relis le texte coche les phrases justes. Donc, les phrases justes. Le texte encourage le réchauffement climatique. يعني النص هذا كيشجع الانحباس الحراري بالعكس وكيحاول يقضيو عليه. Donc, هذه ما صحيحاش. La conférence a été organisée par l'ONU. Donc, oui, c'est vrai. لنا كاين في التكست هنا سات كونفيرونس هنا د لونيو كتعني منظمه الامم المتحده سات كونفيرونس سي ديغولي او ماروك وي هذا المؤتمر جرى في المغرب اوكان نوفو باي نا راتيفي لاكور سور لو كليما بالعكس كاع وافقوا على القضاء ومحاربه هذه الظاهره les pays riches ont engagé de l'argent pour lutter contre ce fléau. Donc, les pays riches, les pays qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Comme je l'ai dit, ils ont été en train de se faire 80 millions de dollars, 50 millions de dollars, etc. Donc, ils ont été en train. Très bien, la question numéro 3. À ton avis, que veut dire vélo partage? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? فيلو بارطاج كتعني كما قلنا قبيله دي فيلو اللي غادي تحطوا الناس يستعملوهم بالمجان يعني باش يحافظوا على التلوث يحاربوا التلوث ويرجعوهم للاماكن ديالهم لان دي فيلو دون لي جون بوف دونك هما واحد الدرجات اللي الناس يقدروا سون سيرفير يقدروا يستعملوهم ولا يستافدوا منهم غراتويتمون يعني مجانا غراتويتمون اي لي روند ويرجعوهم الوغ طالعوا بلاصه يرجعوا من الاماكن ديالهم تري بيان دونك كانت نكونوا كملنا الصفحه 143 شكرا والسلام عليكم ورحمه الله